حياكم الله، انا جمال معيقل، ارحب بكم في حلقه جديده من يا هلا. والبدايه من اليونسكو، اذ اكدت المملكه في مؤتمر اليونسكو على دور التعليم والفنون والثقافه في مد جسور التواصل بين الشعوب واحياء الجمال من خلالها. رئيس وفد المملكه وزير الثقافه الامير بدر بن فرحان، وابرز ما جاء في حديثه من خلال هذا التقرير. في الدورة الأربعين من مؤتمر اليونسكو المنعقد في باريس، والذي حمل عنوان دور الشباب في تحديد جدول الأعمال العالمي من أجل السلام، أكدت المملكة على أهمية تعزيز العلوم والثقافة والفنون للإسهام في إفشاء الحوار والتواصل بين الأمم من أجل حاضر مزدهر ومستقبل أفضل للأجيال القادمة. وتخطو المملكة خطوات واثقة نحو مستقبل أكثر ازدهارا عبر رؤية 2030 الطموحة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بتوجيه من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسرعان ما بدأت ملامحها تنعكس بشكل إيجابي في عدة قطاعات ومن ضمنها الثقافة والفنون. ومن هذا السياق تم الأسبوع الماضي إقرار إدخال الفنون بأنواعها بما في ذلك الموسيقى في مناهج الجامعات والمدارس، عازمون على أكمال مسيرة التنمية في بلادنا. رحلة لم تتوقف من دعم الشباب بوتيرة سريعة على تمكينهم من خلال صناعة بيئات محفزة لإبداعاتهم في شتى المجالات، وإشراكهم بالتحفيز والإلهام في كل ما يتعلق ببناء وطنهم، وبالشراكة مع منظمات المجتمع المدني التي أكد عليها وزير الثقافة. لقد برهت بلادي فعاليتها وحرصها على تحقيق أهداف العمل الجماعي المشترك في اليونسكو، ومن موقع مسؤوليتها كدولة مؤسسة ساهمت إسهاما كبيرا في ميزانية اليونسكو، كما أعلنت التزامها بتخصيص 25 مليون دولار أمريكي لتمويل برامج اليونسكو الاستراتيجية وأعمالها المعنية بالحفاظ على التراث من خلال التوقيع على خطاب إعلان النوايا في يوليو الماضي. ومنها تظهر نتائج الرؤية 2030 والتي حملت على عاتقها صناعة التغيير الإيجابي في عدة قطاعات، ومن ضمنها التعليم والثقافة والفنون بأنواعها بما في ذلك الموسيقى في مناهج الجامعات والمدارس التي أعلنت عنها مؤخرا. لبرنامج يا هلا، مشعل النفيعي. أنسنت المدن بعد الفاصل.